الإعلان عن مقدار الزيادة في إيجار البيوت في تركيا لعام 2021. مرحبا أصدقائي، وياكم حارة المهندس. حددت هيئة الإحصاء التركي عن مقدار الزيادة في الإيجارات التي يحق لصاحب العقار طلبها من المستأجر الذي ينتهي عقده ويريد التجديد لسنة أخرى في عام 2021. مثل ما تعرفون، كل سنة من يخلص العقد مع الإيجار مالتكم يحق لصاحب العقار برفع برفع الإيجار بنسبة معينة تحددها هيئة الإحصاء التركي. هذا الموضوع راح أذكره حتى ما يتم التلاعب ولا يتم الاحتيال عليكم من قبل صاحب المنزل إذا أردتوا تجددون العقار مالتكم أو إيجار العقار لمدة سنة ثانية أو عقد جديد. طبعا حاليا الزيادة راح تكون بمقدار 12.28. 12.28 هذا هو مقدار الزيادة اللي حددها هيئة الإحصاء التركي، واللي يحق لصاحب العقار انه يزيد عليكم الايجار فقط بهذا المقدار او بهذه النسبة. فلازم انتم تحسبون ايجاركم وتشوفون ايش قد راح يرتفع بالنسبة اذا اردتوا تجددون لعقد لسنة جديدة. يعني هذا الامر مو معناها انه انتم راح تدفعون الشهر الجاي ايجار اكثر، لا، لكن من راح ينتهي العقد مالتكم اللي انتم مسويه العقد السنوي وفرضا ردتوا تجددون مرة الاخرى العقد وتبقون في نفس البيت او في نفس الشقة، فراح يطلب منكم صاحب العقار انه يرفع سعر الايجار، والسعر لازم يرفع ضمن حدود معينة الا هي انه يرفع ضمن الحد اللي هو 12.28%. راح اعطيكم، راح اضرب لكم مثال وانتم تقدرون يعني حسب سعر الايجار مالتكم تزيدوه بمقدار 12.28 وراح تعرفون ايش قد يكون ايجاركم. بس انا هسه هنا سويت لكم فد جدول بسيط راح اذكره. طبعا اذا الايجار مالتكم 1000 ليره تركيه فراح تدفعون الايجار الجديد 1122 ليره تركيه. اذا الايجار القديم مالتكم 1100 ليره تركيه، الايجار الجديد راح يكون 1235 ليره تركيه. اذا الايجار القديم 2200 ليره فالايجار الجديد راح يكون 1347 ليره. اذا الايجار القديم 1300 ليره تركيه فالايجار الجديد راح يكون 1459 ليره تركيه. اذا الايجار القديم 1400 ليره تركيه فالايجار الجديد راح يكون 1571 ليره تركيه. اذا الايجار القديم 1500 ليره، ايجاركم الجديد لازم تدفعوا 1684 ليره. واذا الايجار القديم 1600 ليره فالايجار الجديد هو 1796 ليره. اذا الايجار القديم 1700 ليره، الايجار الجديد هو 1908 ليره تركيه. واذا الايجار القديم مالتكم 1800 ليره تركيه فالايجار الجديد راح يكون مثل رقم السنه مالتنا 2021 ليره تركيه. هذا مقدار زيادة ما راح يسري او ما راح يطلب منك صاحب العقار الشهر القادم تدفع ايجار اكثر، لا، بس من ينتهي العقد مالتك، فرضا انت العقد مالتك ينتهي خلال هذا الشهر او ينتهي بعد شهرين او ينتهي في شهر 6 او ينتهي في شهر 7 او 8، وفرضا عجبك المكان وردت تجدد العقد، فصاحب العقار راح يطلب منك مبلغ اكثر. هذا المبلغ لازم يكون ضمن هاي الحدود. اذا طلب مبلغ اكثر من 12.28% زيادة فتقدرون بكل بساطة تشتكون، ويعني تقدرون تاخذون حقكم القانوني او تقدرون انه ما تأجرون لا تعرفون هذا الشخص اللي يحتال عليكم. فمثل ما شفنا هذا الفيديو وضحت به مقدار الزيادة في اسعار الايجارات للسنة الجديدة في تركيا. هذا الامر يتم تحديده من هيئة الاحصاء التركي وما يقدرون يتلاعبون به الناس. اتمنى ان شاء الله استفاديتوا من هذا الفيديو، واتمنى ان شاء الله يا ربي ما تواجهكم اي عملية نصب او احتيال من اي صاحب عقار سواء كان تركي او عربي او ايا كان. في هذه الفترة اللي اطلبها من عندكم كالعادة تشتركون بالقناة، تنورونا، تنضمون لعائلتنا، تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، واريد اعرف يعني هذا فد موضوع جانبي بس داريد اسوي فد فيديو معين في بالي فد فكرة معينة، فكل واحد يكتب لي جوا بالتعليقات في اي مدينة ساكن، في اي منطقة ساكن، وسعر الايجار مالتهم. يعني اذا تعبون حالكم اكثر كتبوا لي في اي مدينة ساكن، في اي منطقة، نوع الشقة اللي ساكن بيها 2+1، 1+1، 3+1، والايجار مالتكم راح اكون ممنون منكم لان اكو في بالي فكرة معينة اكيد هي لمصلحتكم ان شاء الله بعد فترة اسويها. فاذا يعجبكم تكتبوا لي بالتعليقات، اتشرف بكم اكيد. خليكم في بيوتكم في هذه الفترة، حافظوا على نفسكم، ويا رب ان شاء الله نشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.